مشاهدينا، من أساسيات زراعة الطماطم إلى الزراعة المائية التي تعد وتعتبر من الأنظمة الحديثة التي اتجه لها العديد والكثير من أصحاب المزارع نظرا لأهميتها في الحد من استهلاك الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات الزراعية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على سلامة المحاصيل. وفي هذا الإطار يسعدنا مشاهدينا أن ينضم إلينا الأستاذ راشد الكتبي، مختص في الزراعة المائية والذي استطاع أن يثري مزرعته الخاصة بالعديد من المحاصيل المتنوعة عبر استخدام تقنيات حديثة. يا هلا ويا مرحبا بك، يسعد صباحك. حياكم الله. حياك الله. يا مرحبا السلام. كنا نشوف في هذه الفقرة كيفية الاعتناء والزراعة أو زراعة الطماطم بالتحديد. نتكلم عن الزراعة المائية بشكل عام، ما هي هذه التقنية وكيف تستخدم؟ بالنسبة للزراعة المائية هي زراعة حديثة، بديناها تقريبا نحن من 2012. حولنا المزرعة، كانت زراعة عادية، حولناها إلى زراعة مائية. الزراعة المائية صحيح أنها في البداية تكون مكلفة لكنها مجزئة، من ناحية العمالة تكون أقل، استهلاك المياه أقل، جميل، إنتاج أكثر، قلة أمراض وقلة آفات حشرية. هذا بالنسبة للزراعة المائية، وهذا المطلوب ان نحن نزيد الانتاجيه ونقلل من استهلاك المياه. بديت في الزراعه مثل ما قلت، الزراعه او المزرعه التقليديه يعني. نعم. نتكلم شوي عن هذه الفتره قبل ما تتطور. زين، انا صراحه بديت المزرعه هذه من بدايه الثمانينات. نعم. وكانت الزراعه تقليديه على نظام الافلاج والجلب، من ثم تطورنا على زراعه اللي هي عمليات التنقيط بالمياه اللي هي شبكات الري. نعم. الإنسان لابد أن يتطور، ونحن لابد أن نتطور ونشوف شو الأحسن والأجود. نعم. فبدينا تشجيع من وزارة التغير المناخي والبيئة بدعم منهم، بديت بخمسة بيوت لزراعة مائية. في البداية شفتها مكلفة، لكن في مع الاستمرارية من 2012 نحن اليوم لين في 2020 ما شاء الله اكتسبت خبرا في الزراعة المائية، مشاكل بروحي أحلها ما شاء الله، زاد الإنتاج عندي وقللت العمال. والعنصر الأساسي والأهم من هذا أن الزراعة المائية لا تحتاج إلى مياه كثيرة. نعم. نحن عارفين أن عندنا شح في المياه، بس تحتاج إلى مياه محلة. نعم. ولهذا حتى الإنتاج أكثر من السابق. ما شاء الله. بنتكلم عن هذه التقنية أكثر، وأنا عن نفسي حبيت هذه التقنية. صحيح. أبا أتعرف عليها أكثر، لكن نتكلم شوي عن مزرعتك الخاصة. استغرقت وقت عشان تطور هذه المزرعة، صحيح؟ نعم. نتكلم عن هذه المرحلة، مرحلة أنك أنت طورت هذه المزرعة والزراعة بشكل عام. كنا نعرف أنها تحتاج الاهتمام، تحتاج إلى صبر، الواحد يصبر علشان ينول. في البداية كنت أنا متهوب من عملية الهيدروبونيك والزراعة المائية، بس على مر الأيام اكتسبت الخبرة فيها. نعم. كانت تحدث لي بعض المشاكل، والمزارع اذا ما تحدث له مشكله ما اقدر اتعلم من الاخطاء اللي تحدث عنده. بعض المحاليل ما كنا نعرف نرتبها، كيف الزرع يحتاج الى نظام معين، خاصه للزراعه المائيه تحتاج. نعم. الى صبر، تحتاج الى متابعه مستمره. يعني على سبيل المثال المحاليل، اذا ما كانت المحاليل متوازنه للزرع، الزرع ما ياخذ منها. نعم. يتوقف، فهنا تحدث عندك مشكله، المشكله بتكون كبيره، لابد انك تبحث عن السبب. فعلى مر المتابعه المستمره يوميا بديت اعرف شو المشاكل. يعني على سبيل المثال الزرع ما ياكل الغذاء اللي انا حاطه له، يمكن ان يكون البي اتش مرتفع فيه، فاذا ارتفع البي اتش الزرع ما ياكل، واذا نزل البي اتش اللي الحموضه الزرع نفس الشيء. نعم. ما ياكل، فلابد هناك يكون له مقاس محدد. نعم. عشان الزرع ياكل فيها. تمام. نحن نشوف بعض الصور واللقطات والمشاهد عن النباتات، عن المزرعة نفسها، عن هذه التقنية الحديثة. شو المحاصيل اللي تحتضنها في المزرعة اليوم؟ والله أنا جربت كذا محصول في الزراعة المائية، والمحاصيل اللي أنا حصلت أنها مجزية. نعم. ويعني مثل ما نقول تتكيف مع الزراعة المائية، اللي هي تقريبا ثلاث محاصيل. نعم. اللي هي الطماطم والخيار والفلفل الطويل. هذه الصراحة يعني أنا الحين متخصص في الزراعة هذه. جربت محاصيل أخرى فتنجح، بس ما تكون هناك مجزئة. يعني مثلا الحقول المكشوفة الخارجية، القرعيات، يمكن تنجح على الزراعة. نعم. المائية، لكنها تحتاج إلى عناية أكثر، وبتكون مكشوفة في الهواء الطلق.
فهني الزراعة المائية تحتاج إلى مكان نظيف، ما تكون تنزل عليها ينزل عليها الغبار وينزل عليها الرمل، فبصير هني عندك مشاكل أخرى. نعم. فالأفضل أن تكون الزراعة المائية في اللي هي سواء الجرين هاوس المبردة أو العادية اللي تنزرع في بداية الموسم سواء شبك أو بلاستيك. نعم. نحن اللقطات والمشاهد اللي شفناها قبل شوي مع المشاهدين هي كانت مزرعتك صحيح أستاذ راشد؟ نعم هاي مزرعتي. نعم ما شاء الله. نتكلم شوي عن النظام الجديد، شو اللي يميز هذه التقنية عن التقنيات الأخرى في الزراعة؟ الزراعة المائية تعتمد على محاليل وليس تعتمد على التربة. نعم. أنت تزرع في أصيص معين وتحافظ على شو المياه ولا في قطرة ماء تنزل في الأرض عندك. فبداية يعني أنت يوم بتعمل الزراعة المائية لابد أنك تكون عندك جرين هاوس اللي هي سواء بيوت مبردة أو بيوت شبك والبلاستيك، تنعمل فيها أفلاج. نعم. والأفلاج هاي تكون مغطاة بالبلاستيك وفيها مجاري مياه، وتكون هناك عندك خزانات أرضية على حسب الخزان اللي بتقدر تركبه. يعني مثلا أنا أركب 5 بيوت أركب عليهم خزان واحد ويشربن كلهم في وقت واحد. جميل. وبنظام معين يعني يشربن أوتوماتيك، ما في عامل هني يعني أنا استقليت، يعني ما أحتاج إلى عامل يسقي للزرع. هذا تحتاج إلى مضخة، تحتاج إلى مجاري مياه، تحتاج إلى شبكات ري. فهذا الماي والأصيص اللي هو موجود اللي فيه مادة البرلايت والكوكابين وتبدأ الزراعة فيها. يعني هي مواد مغذية تمد النباتات بالمواد اللازمة. نعم. عشان تنبت بصورة صحيحة. صحيحة. سليمة. تحتاج الزرع إلى ماي. نعم. محدد، يعني خلال ربع ساعة الزرعة تأخذ الماي اللي محتاجة تنه مع الغذاء، والباقي يرجع لك وين؟ في الخزان. نعم. مرة أخرى، يعني أنت ولا تستهلك قطرة ماي برا عنك، فهني ما في هدر مياه بالزراعة المائية. هل تختار موسم معين عشان تزرع مثل هذه المحاصيل؟ طبعا الموسم اللي هو يبدأ عندنا من بداية شهر 9 هي. إلى حتى نهاية شهر 5، لأن احنا زراعتنا موسمية. نعم موسمية. نعم. نتكلم عن أساسيات الزراعة، الرطوبة، الإضاءة تلعب دور كبير، الحرارة. أكيد. كذلك الفترة الضوئية، نتكلم عن هذه الأمور. لابد أن يتوفر الضوء، إذا ما كانت هناك شمس. نعم. الزرع ما ينجح. نعم. وإذا كانت الشمس بعد مثلا نحن نقول شهر 7 أو 8 الزرع بعد ما ينفع ما يقدر يعيش، لأن تكون الحرارة مرتفعة. نعم. فهو يكون الزرع مهيئ، يعني مثلا للخيار والطماطم من شهر 9 نحن نقدر نزرع لين حتى نهاية شهر 5. نعم. الزراعة المائية مثل ما ذكرت تعتمد على المحاليل المغذية. نعم. شو غيرها من المواد اللي تستخدم في هذه التقنية؟ بالنسبة للمحاليل الزراعة المائية هناك عندنا خزانات موجودة اللي هو خزان A وخزان B أو نعم. SS1 وSS2 بالإضافة إلى حامض الفوسفوريك. الخزان اللي هو A يتكون من نترات الكالسيوم والحديد. نعم. والخزان B يتكون من المغنيسيوم والعناصر الصغرى و12 32 اللي هو نيتروجين بالإضافة إلى فسفور بالإضافة إلى نترات. هذه الخزانات تنوضع بمقادير محددة بأوزان معينة. نعم. يعني نحن نتكلم على خزان، أنا أعمل خزان 400 لتر، ل 400 لتر على سبيل المثال أنا أضع له الحديد 4 كيلو، فيعني كل لتر يأخذ كم جرام واحد. ها مثال لذلك، تأخذ الحامض 20 لتر تحط له لتر واحد من الحامض. نعم. كيف نستخدم هذه عادة بالطريقة هذه اللي هي حق تغذية الزرع؟ نعم. طريقته هناك في جهاز معين قياس الأملاح والحامض اللي هو البي اتش في خزانات الري. نعم. تأخذ لتر مثلا من A ولتر من B. في بداية أول شيء تقيس المحلول الموجود في الخزان، إذا كان المحلول نحن نوصله ل 2500 الأملاح والبي اتش من 5.5 إلى 6.5. ليش من 5.5 إلى 6.5؟ هذه هي الحركة أو هذا المقياس المحدد. نعم. الزرع ياكل فيه. في بداية الحديث تكلمت عن الزرع أنه يحتاج مقاس محدد. إذا كان البي اتش موجود من 5.5 إلى 6.5 الزرع ياكل. إذا صار عندك خلل الحموضة يعني الحموضة. نعم. فإذا يكون اللي هو البي اتش يكون من 5.5 إلى 6.5 المقاس يعطاك كذي، خلاص الزرع يتهيأ وياكل ياخذ الغذاء. بالنسبة للمحلول اللي هو قلنا المحلول A ومحلول B نشوف الأملاح الموجودة. مثلا شفنا الأملاح، نحن مثلا محصول الطماطم وصله لين 2500 اليو اس ماله. نعم. أو الأملاح ماله، فمثلا نظرنا وحصلنا المحلول يعني بعد ما أخذ اليوم كامل
وصل الى 1500، معناه محتاج الى كم؟ الى 1000. لين وصل الحين المحلول الى 2500، نضع لتر من A ونضع لتر من B، فنوازن لتر لتر الى حد نصل الرقم اللي نحن محتاجينه، يمكن نبقى 2000، يمكن 2500، يمكن نوصل الى 3000. عندما يوصل هذا طبعا بالقياس، العامل يقيس الشغله هذه، من حصل ان المحلول وصل للمقاس المحدد والبي اتش وصل من 5.5 الى 6.5، يعني في المقاس هذا يمكن يكون 6، نعم يكون 6.2 او 5.8، ما في اشكاليه. في الحاله هذه يضع الموتور على الاوتوماتيك، كل ساعه مثلا انا اريد اسقي الزرع، الزرع يروح ياخذ الماي، الساعه مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، كما انا اريد على حسب الجو. اذا كان الجو بارد يمكن انا اسقيه الزرع 3 مرات 4 مرات في اليوم، نعم. واذا كانت شوي حراره يمكن ان يزيد الى 5 مرات او 6 مرات في اليوم. جميل. الزرع ياخذ حاجته والباقي يرجع لي وين؟ في الخزان. انا على طول اليوم خلال 24 ساعه ما انظر للزرع من ناحيه السقي، نعم، روح اوتوماتيكيا يشرب ويتغذى بروحه اوتوماتيكيا حتى اليوم الثاني. ومن خلال هذه الخطوات وهذه المراحل حنقلل استهلاك المياه. اكيد صحيح. نقلل استهلاك المياه ونقلل شو؟ جميل. العماله. جميل. ما يكون عندك عامل، بروح يشتغل اوتوماتيكيا. جميل. فانت ما تنظر الا ان عمليه مراقبه، يمكن في نبته ما تشرب، في نبته ميها الماي، بس تراقبها. من خلالها بعد نقلل ونختصر الوقت والجهد. أكيد. بعد في نفس الوقت العامل يمكن يروح يشتغل مكان، نعم، ثاني، تستغل في شغله ثانيه. نعم. ما يحتاج انه يروح يعطيك الزرع يسقي ولا شيء، لا خلاص. جميل. الخزان مليان ماي وهو يشرب، يعني تقريبا خزان 600 جالون يكفي يمكن الزرع في الوقت هذا اللي نحن الحين في شهر مثلا نهايه 10، يمكن الخزان يكفي يوم كامل. نعم. يكفي تقريبا كم؟ 6000 شتله. ما شاء الله. يعني في البيت 6000 شتله، خزان 600 جالون يكفيه. نعم. ويكفيه حتى لين اليوم الثاني. جميل. واليوم الثاني زيد الماي وزيد المحاليل وتستمر على الشغله هاي. طبعا احنا نظامنا يدوي. في نظام حديث اللي هو نظام الكمبيوتر. نعم. بس يحتاج ان يكون تجمع الخزانات في مكان واحد. نعم. فان شاء الله نتطور قدام ونعمل نظام الكمبيوتر ان شاء الله، ليش لا. نعم. المحاصيل اللي ذكرتها والخطوات هذه تنفع لكل المحاصيل ام هناك محاصيل ونباتات معينه تحتاج الى اهتمام ورعايه اكثر؟ والله المحاصيل اللي ذكرتها انا حتى محاليلها تتغير. نعم. يعني مثلا الخيار ياخذ محلول في بعض يعني بنقول نترات الكالسيوم، انا اضع 76 كيلو في الخزان ال 400 لتر، وضع للطماط 72 كيلو. نعم. لكن الحديد يكون متساوي. نعم. 12 12 36 اللي هو يكون هنا متغير تقريبا 52 للطماطم، فهنا 48 للخيار. فالخيار ياخذ والطماطم والفلفل ياخذ نفس المعيار يعني بالنسبه للمحاليل. جميع الاصناف تنزرع في الزراعه المائيه، حتى الورقيات تنزرع في الزراعه المائيه. ما شاء الله. بس انا انظر اللي هو أنا اللي نجحت معاه اللي هن ثلاث محاصيل اللي ذكرتها. نعم. نعم. كيف ممكن نحن كمبتدئين اليوم، ما شاء الله عليكم أنتم مختصين في هذا المجال وقادرين تتعاملون مع مختلف المحاصيل ومختلف التقنيات. أكيد. حتى الحديثة. أكيد. اللي نشوفها نحن اليوم. نعم. في عالم الزراعة، لكن كمبتدئين اليوم أنا يمكن ما عندي هذه الخبرة في مسألة زراعة النباتات، أنا ناوية أو أنوي أني أنا استخدم هذه التقنيه، شو اسوي اول شيء؟ والله حتى نحن في البدايه ما حد يعني عنده المعرفه التامه، وانما بالاسئله، ونحن حاضرين اي حد بيسالنا. الله يسلمك. حاضرين. وزاره التغير المناخي والبيئه لها تساعد كثير من الناس اللي هم بيبتدون في الزراعه المائيه. انا بديت ما كنت عارف عن الزراعه المائيه وكنت خايف منها، لكن بتشجيع من الاخوه وتشجيع من وزاره التغير المناخي والبيئه بديت اعمل. انا اعمل كل شيء بيدي، يعني حتى المحاليل اشتغل فيها بايدي. ليش؟ عشان انا اتعلم واعرف باكر وافيد منه الاجيال الجايه. انا اليوم موجود بزرع، باكر بيزرعون منه عيالنا. نعم. فنحن لازم تكون عندنا خبره شويه وعندنا معرفه للزراعه المائيه. جميع المحاصيل تزرعينها في الزراعه المائيه، حتى الورقيات تنزرع. ما شاء الله. وفي نظام خاص للورقيات اللي هي نظام الانابيب. نعم. هاي تزرع في الورقيات. نعم، نتكلم عن أكثر المواسم اللي نحن من خلالها نحن نلاحظ أن في زيادة في الإنتاج، زيادة في إنتاج المحاصيل، شو المواسم المناسبة؟ المواسم مثل ما ذكرت لك أن نحن نبدأ الزراعة من شهر 9. طبعا شهر الطماط 9. يحتاج إلى 90 يوم. أنا نعم. في الزراعة المائية 90 يوم أحط البذرة في الأصيص
اللي هو في الزراعة المائية. نعم. ما شدت له. هذا بالنسبة للطماطم. ها؟ للطماط هذا. للطماطم. حط البذرة 90 يوم إن شاء الله، 95 يوم تبشر. ما شاء الله. إذا زرعت في بداية يعني بقول مثلا في 10/9. نعم. باخذ 9 و10 و11 في 10/12 إن شاء الله بيكون عندي بشائر الطماطم. بالنسبة للخيار يحتاج إلى 35 يوم، خاصة إذا كان الجو شوي حار، يعني في بداية الموسم من شهر 9 إلى شهر 10، 35 يوم ويبشر بالقص. الميزة الطيبة اللي في الزراعة المائية أن إذا حطيت البذرة في الزراعة المائية هني أنت حافظت على شيء واحد، قللت المياه، ما في أفات. إذا أنا حطها في التربة وكانت الأرض قديمة يمكن أنها تكون عندي أفات اللي هي الأمراض الفطرية. نعم. أما في الزراعة المائية لا، ما في أفات. نعم. تضع البذرة 35 يوم 30 35 40 يوم أنت تأخذ منها. نعم. بالنسبة للخيار. نعم. الفلفل تقريبا 75 يوم ياخذ، ما شاء الله. بس الطماطم شوي ياخذ فتره طويله، اكثر شوي مثل ما قلت، يعني الزراعه تحتاج الى صبر، نتريى شويه يعني. تحتاج الى صبر. نعم. تحتاج الى صبر وتحتاج الى متابعه خاصه الزراعه المائيه. نعم. انت لا تقول للعامل انا ازرع لي، لا، انا صاحب المزرعه بروحي كل يوم اراقب الزراعه. عمليه مراقبه وانما انا اعمل فيها، بس انا اراقب واشوف كل شيء، اشرف على المحاليل كيف يضع المحاليل للعامل، أشرف على كيف قياس المحاليل في الخزانات، أهم. نعم. شيء هذا بشكل دوري يعني تقريبا. نعم. بما أنك ذكرت الآفات الزراعية، جوابك أستاذ راشد يأخذنا إلى محور جدا مهم بعيد شوي عن هذه التقنية، كيف ممكن نحن نحمي النباتات من هذه الآفات؟ والله إذا كانت الزراعة ما في حقول مكشوفة، نعم، أنت عندك قلة حشرات الآفات الحشرية، وعندك في الزراعة المائية قلة الآفات للفطرية مثلا، الآفات. نعم. اللي هي في أمراض فطرية. نعم. وفي أمراض حشرية. صحيح. إذا كانت البيوت مغطاة بشكل صحيح سواء شبك أو بلاستيك فهني الحشرات بتكون قليلة عندك، أما الحقول المكشوفة بتكون عرضة للآفات الحشرية. بالنسبة نحن لمتابعتنا وللمحافظة على الآفات من أن تصيب المحاصيل عندنا عدة طرق. نعم. يعني مثلا ما أتكلم عن ذبابة التوتة أبسلوتة، هذه ذبابة تصيب محاصيل الطماطم. نعم. الباذنجان، أي محاصيل. نعم. فكيف نحن نعالجها؟ نضع مصايد ضوئية خارجية. نعم. برا شوي عن قريب المزرعة عشان نصيدها في الليل، ونضع مصايد هرمونية في البيوت، ونقلل عملية المبيدات. فالمبيد هنا نحن قللنا، يمكن أن نرش رشة في خلال 20 يوم 30 يوم. نعم. كوقاية، لكن نحن نقضي على الحشرات بالمصايد الهرمونية والمصايد الضوئية. نعم. نفس الذبابة الفاكهة، أنك تضع مصايد خارجية برا على مثل ما نقول على حواف المزرعة أو حواف نهاية المزرعة عشان تصيد الحشرات اللي هي ذبابة الثمار اللي تصيب بعض المحاصيل الخارجية. نعم. أستاذ راشد، قبل ما نختم اللقاء معك. نعم. بغيت منك نصيحة توجهها لكل المشاهدين والأشخاص اللي يتابعونا، وخاصة الأشخاص اللي ناويين مثلي أنهم يعني يستخدمون هذه التقنية الزراعة المائية. والله نصيحتي أنا بالنسبة لأخواني اللي بيزرعون في المزارع، إذا كانت ما تتوفر لديه التربة الزراعية. نعم. يتجه للزراعة المائية. نعم. إن شاء الله يزرع على حجر. الزراعة المائية ما يحتاج لها تربة، يحتاج لها مثل ما ذكرنا أفلاج وصيص وبرلايت. نعم. ويجب أن تكون عنده مياه محلاة. والشيء الثاني أنه بيخفف من استهلاك المياه، زين، بيكون عنده ماء قليل يحتاج للزرع ولا يحتاج إلى عمال كثيرة، وبتكون زراعته نظيفة. أما بالنسبة اللي يزرعون في البيوت بإمكانهم يزرعون على سطح المنزل، على الأنترلوك في المنزل. جميل. عملية بسيطة، سواء بلاستيك خاص في أنابيب تركب. نعم. للزراعة المائية موجود في المحلات، أو الأصيص اللي هو عمل أفلاج وخزان مياه وماء محلة، والمحاليل اللي هي البسيطة موجودة في المحلات تكون جاهزة. نعم. ما بينه يعمل محاليل ويزرع أي شيء في الزراعة، سواء زراعة المائية ورقيات لها أنابيب خاصة، خضروات سواء طماطم خيار أي شيء يحب يزرعه يمكن أن يزرعه. نعم. ويأكل منه وهو في بيته. نعم. ولكن لابد أنه يختار الوقت المناسب. أكيد. علشان يطبق هذا النظام أو غيره من الأنظمة الموجودة. طبعا نحن وقتنا للزراعة الوقت هذا اللي نحن موجودين فيه، يعني شهر 10 أزرع أي حاجة. نعم. من اليوم ورايح إلى حد شهر 4 ولا 5 أنت أزرع أي شيء،
لكن شهر 6 و7 ما نقدر نزرع. الله يقويك. الا اذا كان هناك بيوت مبرده. نعم. البيوت المبرده مكلفه صراحه. الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ راشد، نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقه، شكرا لك وحياك الله. وانتم شكرا لكم وجزاكم الله الف خير على الاستضافه. الله يسلمك. شكرا لكم.